بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم في كليه الطب. نورتوا الكليه، وان شاء الله نقضي مع بعض سنه سعيده وتكون سهله وميسره باذن الله تعالى. هيكون مقررنا في الهيستولوجي والجيناتيك الاثنين مع بعض، وهيكون ان شاء الله مقرر سهل جدا، وهيكون متاح محاضرات وتكست وبي دي اف وكل حاجه وام سي كيو. واذا كان النظام زي السنه اللي فاتت فهتبقى امتحاناتنا ام سي كيو سهله ان شاء الله، والموضوع سهل وبسيط جدا. الفكره كلها ان احنا نذاكر شويه بس، ربع ساعه كل يوم يخلص معانا مقرر الهيستولوجي. على اي حال، خلونا نبدا النهارده ونتكلم في الانترودكشن. واحنا بنتكلم في الانترودكشن هيقابلنا موضوع ظريف جدا اسمه المايكرو تكنيك. والمايكرو تكنيك كمعلومه يبدو وكانه هو صعب شويه، لكن تعالوا لو احنا اخذنا المايكرو تكنيك ده حدوته كده، بتبدا من القرن ال17. في القرن ال17 قعدوا مع بعض، طبعا القرن ال17 يعني من 1700، من حوالي 500 سنه ولا حاجه، قعدوا مع بعض واتفقوا علينا، اتفقوا علينا احنا بتوع كليه الطب، وقالوا احنا لازم نطلع روح الناس دي. طب نطلع روحهم ازاي؟ احنا هنشرح جسم الانسان ده بالتفصيل، وبعدين نوصفه زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه. يعني ايه؟ يعني هنقول ان جسم الانسان ده بيتكون من سيستمز، هذه السيستمز بتمثل البيولوجي بتاعنا، اللي هي الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم والكارديوفاسكولار سيستم والنيرفس سيستم. كل دي عباره عن سيستمز موجوده جوانا، كل سيستم شغال كما لو كان وحده منفصله، علشان كده بنسميه سيستم. وبعدين بقى بداوا ياخدوا السيستمز دي ويصفوا الاورجنز اللي فيها، قالوا ان كل سيستم بيتكون من مجموعه من الاورجنز. تعال نتكلم عن الكارديوفاسكولار سيستم، ده بيتكون من الهارت والبلاد فيزلز. تعال نتكلم عن الدايجستيف سيستم، ده بيتكون من الماوس والاسوفاجس والاستومك والسمول انتستين، ومعاه شويه جلاندز، ده اللي هو الدايجستيف سيستم. لو اتكلم عن الريسبيراتوري سيستم بيتكون من كذا وكذا 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 وهكذا لحد ما خلصوا كل حاجه. لو احنا اخذنا الليفر بالتحديد اللي احنا شايفينه في الصوره قدامنا ده، هنلاقي ان هم وصفوه رايت لوب وليفت لوب، وليه بلاد سبلاي وليه نيرف سبلاي وليه الليمفاتيك درينج. وبعدين وصفوه تاني، قالوا ده من فوقيه كذا وتحتيه كذا ويمين وشمال، وكتبوا كتب كتير جدا وعملوا اطالس كتيره جدا وحطوا صور ورسموا صور بايديهم، حاجه في غايه الروعه. لكن الكلام ده ما شبعهمش، قعدوا مع بعض تاني وقالوا مش هينفع الكلام، مش هتكفينا الحكايه دي، احنا عايزين نطلع روحهم شويه. طب نعمل ايه؟ قالوا ندرس الفانكشن بتاعت الاورجنز دي وبتاعت السيستمز دي. ماشي، ما هم بتوع الفسيولوجي بيدرسوها، بس احنا عايزين نحط لينك او نحط علاقه ما بين او كوبري ما بين الفسيولوجي وما بين الاناتومي. طب نعمل ايه؟ عايزين نشوف ايه اللي في الاورجنز والسيستمز دي بيخليها تادي الفانكشن دي. يعني ايه اللي في اللنج بيخليها تعمل ريسبيريشن، وايه اللي في الليفر بيخليه يعمل فلتريشن او يعمل بروتين برودكشن. يعني ايه اللي في الاماكن دي او في الديفرنت اورجنز دي بيخليها تقوم بالفانكشنز دي او بالديفرنت فانكشنز دي، عايزين نتفرج عليها. طب نعمل ايه؟ قالوا احنا احسن حاجه بقى الايه، نجيب الميكروسكوب اللي اخترعوه في اسم المايكروفوين ونحط تحتيه الهيومن بادي. لما نحط تحتيه الهيومن بادي هنشوف كل حاجه بالتفصيل. ازاي يعني نحط الهيومن بادي؟ ما ينفعش طبعا، خلاص ناخد اورجان اورجان، يعني ناخد الليفر ده ونحطه تحت الميكروسكوب ونحاول نتفرج على اللي فيه. ازاي؟ ده لازم الضوء يعدي من الليفر علشان اقدر اتفرج على اللي جواه. طب خلاص، يبقى نقطع الليفر ده حتت حتت ونتفرج على جزء جزء. ده طبعا مش هيحصل ولا هينفع معانا. واحد قال ايه؟ واحد قال بصوا، انا شفت في السوبر ماركت جهاز بيعمل الجبنه الرومي دي سلايسز، هذه السلايسز او السلايسز دي احنا ممكن نقطع الليفر زيها كده ونقلبه لشرايح، وبعدين نحط الشريحه تحت الميكروسكوب، يبقى سهل قوي ان احنا نتفرج عليه. طب كويس، تعالى يا عم روح لفين؟ للجهاز بتاعنا ده ونتفرج عليه. فعلا ده بيقطع الماتيريالز بتاعته الى سلايسز، يبقى انا لو اخدت الليفر وعملته سلايسز هاخد السلايس دي اتفرج عليها تحت الميكروسكوب بمنتهى السهوله. رحنا للراجل علشان نحكي له الحكايه.
احنا عايزين نقطع الليفر سلايس. قال بصوا انا اقطع البسطرمه، اقطع جبنه الرومي، اقطع اللانشون. ليه؟ لان الحاجات دي هارد ماتيريالز، اما بالنسبه للليفر ده طبعا سوفت ماتيريال، ما اقدرش احطه على السكينه بتاعتي او في الجهاز بتاعي. طب نعمل ايه يا ريس؟ قال خلي لي الليفر بتاعك هارد وهاتهولي وتعال. رجع صاحبنا للمجموعه بتاعته قال لهم والله مش نافع الحكايه دي، الحكايه اللي انت اقترحتوها دي، حكايه ان انا اقطع الليفر بالسكينه او بالماشين، مش نافع. ليه؟ لان الليفر بتاعنا سوفت. طب ازاي نخليه هارد؟ طبعا واحد اقترح ان احنا نحطه في الشمس. طب ازاي هنحطه في الشمس علشان نخليه هارد واحنا عايزين نحافظ على البيولوجي بتاعه؟ يعني احنا عايزين نحافظ على الاستراكشر بتاعه زي ما ربنا خلقه. يبقى اذا مش هتنفع حكايه ان انا احطه في الشمس دي ولا الوحه في شويه زيت. لا، امال نعمل ايه؟ صاحبنا فضل يفكر لحد ما شاف او ركز مع الشمعه دي. قال ايه اللي مخلي الخيط جوه الشمعه هارد؟ الشمع. طب ايه رايكم ان احنا نجيب شمع ونحطه في بيكر وبعدين نحطه في حمام مائي ونرفع درجه الحراره، يسيح الشمع، نحط الليفر، نسيب الشمع ينشف، يبقى كده بقى هارد. والله هي فكره. يبقى احنا نقطع الليفر ونجيب البيكر نحط فيه الشمع ونسيحه وبعدين نسيبه ينشف، يبقى هارد. نروح بقى لصاحبنا علشان يقطعه. رحنا لصاحبنا فعلا عشان يقطعه، قطعه فعلا. السكينه ماشيه في الشمع زي السكينه في الحلاوه، وبعدين تنزل على الليفر تلاقي الليفر سوفت زي ما هو. يا ترى ايه السبب؟ السبب ان الليفر 80% منه ميه، واحنا عارفين ان الزيت لا يمكن ان يختلط بالماء. هل يمكن ان يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء. يبقى اذا عمر الشمع ما هيدخل جوه الليفر تشو، يعني مش هيتخلل الليفر، يعني هيفضل الليفر سوفت والشمع بره هارد. وده مش نافع، لان وانت بتقطع بالسكينه هتقطع الشمع هارد وبعدين تيجي عند الليفر يقوم بايظ منك. لازم تخلي الشمع يدخل جوه. طب ايه اللي حيشه؟ وجود الميه. نشيل الميه دي ازاي بقى من الليفر؟ ده السؤال التاني. يبقى احنا سالنا السؤال الاولاني، ازاي اخلي الليفر هارد؟ وكانت الاجابه الشمع. بس ما عرفناش نخليه هارد. ليه؟ علشان فيه ميه. السؤال التاني، ازاي اشيل الميه من الشمع؟ الحقيقه الاجابه كانت عند بتوع الكيمياء. ازاي نشيل الميه من الليفر ونحافظ على البيولوجيكال استراكشر بتاعه؟ قالوا دي حاجه بسيطه جدا. انت هتجيب حته الليفر بتاعتك دي وتحطها في كحول. كحول ابسوليوت الكحول، يعني مفيش فيه ميه خالص. الميه بتدوب في الكحول والكحول بيدوب في الميه، وبالتالي هيدخل جوه الليفر ياخد الميه من الليفر. يبقى انا عملت دي هيدريشن للليفر، يعني شلت الميه من حته التيشو بتاعتي او من الاورجان بتاعي او من السامبل بتاعتي. بس خلي بالك ان الشمع ما بيدوبش قوي في الكحول، علشان كده لازم تحط ماده سهل يدوب فيها الشمع. بعد الكحول نحط ماده ايه؟ ده احنا بنسال بتوع الكيمياء. قالوا احسن حاجه تستخدموها هي نفس المواد اللي بتنضفوا بيها الملابس بتاعتكم. زي ايه يعني؟ زي البنزين، زي الزيلين، اي ماده دي من المواد الطياره دي حطها بعد الكحول، او حط فيها العينه بعد الكحول. لما هتحط فيها العينه بعد الكحول هيحصل ايه؟ هيحصل ان البنزين هيشيل كحول ويقعد مكانه. يبقى بعد كده لما احط العينه بتاعتي في البارافين هيدوب في البنزين وبالتالي هيدخل جوه الليفر. يبقى في الحاله دي بقى الليفر والشمع اللي حواليه حاجه واحده. اروح لصاحبنا عشان يقطع لي. الله، كده فل قوي، كده احنا قطعنا. يلا اتفرج بقى تحت الميكروسكوب عشان تشوف حاجه. ابدا انا مش شايف اي حاجه تحت الميكروسكوب. يا ترى ليه؟ لان السكشن بتاعي فيري ثيك. شوفوا قد ايه هو فيري ثيك. طب يعني ايه؟ قال الحل بقى ان احنا نروح للناس بتوع الهندسه علشان يعملوا لنا ايه؟ علشان يعملوا لنا جهاز شبه الجهاز اللي في السوبر ماركت بالظبط، لكن بيديني سيكنس، يعني يعمل لي سلايسز. السيكنس بتاعها
يبقى بالمايكرو. يعني ايه مايكرو؟ يعني 1/1000 من الملي. يعني ايه ملي؟ 1/10 من السنتي. هات المسطره بتاعتك هتلاقيها 30 سنتي. خد السنتي الاولاني هتلاقيه متقسم ل 10 ملي. الملي الواحد قسمه ل 1000 وحده، الوحده دي اسمها مايكرومتر. انا عايز الثيكنس بتاعي ما يزيدش عن 10 مايكرومتر. مين اللي حدد لي الحكايه دي؟ بتوع الفيزياء. قال لي علشان الضوء يعدي من اي حاجه يبقى الثيكنس بتاعها ما يزيدش باي حال من الاحوال عن 10 مايكرومتر. خلاص يبقى نروح للناس بتوع الهندسه علشان يصنعوا لنا فعلا الجهاز ده. طب نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ قالوا ده قاطع زي اللي في السوبر ماركت لكن بيدي ثيكنس صغير، فنسميه مايكروتوم. نسميه ايه؟ مايكروتوم. ومن هنا بقى المايكروتوم خلى التكنيك اللي احنا عملناه ده نسميه مايكرو تكنيك، والعلم اللي هيطلع منه هنسميه مايكرو اناتومي. اللي اخده بتاع الهيستولوجي وسموه هيستولوجي، واللي اعتمد عليه اساتذتنا وزمايلنا في اسم الباثولوجي وسموه باثولوجي، اللي هو الباك بون بتاع الميديسن. يعني لو انت فاهم هيستولوجي فاهم باثولوجي ومعاهم الفيسيولوجي، خلاص بقى الطب في ايدك، تقدر تشخص كويس. وانت لو شخصت كويس ايه العلاج، مفيش اسهل منه. المشكله مش في العلاج، المشكله او الطبيب الشاطر بيبان في التشخيص ما يبانش في العلاج. علشان كده انا بقول لك فوكس معايا وركز في انك انت تفهم الهيستولوجي علشان تفهم الباثولوجي، وبالتالي يبقى انت قربت المسافه قوي 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 انك انت ان شاء الله باذن الله تكون طبيب شاطر. يبقى احنا عرفنا قصه المايكرو تكنيك وازاي وصلنا الحكايه دي، وبعدين بدانا نطور المايكروتوم. المايكروتوم يتطور معانا، يتطور يتطور ويتحسن لحد ما بقى كومبيوترايزد زي ما احنا شايفين كده، ونقدر نظبط بالمايكرون زي ما عندي 5 مايكرون، واخد السكشن بتاعي من العينه بتاعتي السكنس بتاعها 4 مايكرون 5 مايكرون 6 مايكرومتر يعني، وبعدين احطها على السلايد بتاعتي واتفرج. لما نتفرج الحقيقه مش هنشوف حاجه. ليه بقى؟ اصل السكشن بتاعي فيه بارافين، مش احنا اللي حطينا البارافين بايدينا؟ طب ما دي سهلة دي، احنا نجيب الزيلين مرة تانية ونحطه على الشريحة بتاعتنا، هيدوب البرافين ويتبقى السامبل بتاعتي بس. خلاص نتفرج عليه برضو مش قادر اشوف حاجة. ليه؟ لان الهيومن بادي المفروض ان هو ترانسليوسيت. يعني لو اشيل البيجمنتس بتاعتي من جسمي الاقيني ترانسليوسيت شفاف، يعني اشوف اللي ورايا يشوف اللي قدامي من خلالي. علشان كده لازم اسبغ. طب يا ترى اسبغ بايه؟ او اعتمد بس على الصبغه بتاعتي، على اعتمد في الصبغه بتاعتي على ايه؟ يعني ايه الميكانيزم اللي اسبغ بيه؟ اسبغ ازاي؟ قال لك إيه احسن حاجه او اسلم فكره ان احنا نعتبر ان جسم الانسان ده نيوترال. وطالما جسم الانسان نيوترال فمعنى كده ان في اسيدك ستراكشرز وبيزك ستراكشر. لو انا اجيب صبغتين، واحده تصبغ لي البيزك ستراكشرز والثانيه تصبغ لي الاسيدك ستراكشرز، يبقى انا كده اضمن ان انا اسبغ او اقدر اتعرف على كل الاستراكشرز اللي موجوده في الاورجن بتاعي او في السامبل بتاعتي. ايه الصبغه دي؟ الحبر. الحبر اللي بسبغ بيه القماش وبسبغ بيه وبكتب بيه، كل دي احبار اللي هي صبغات. يعني احنا هنستخدم نوعين من الصبغات، واحد منهم اسمه ايوسين والتاني اسمه هيماتوكسيلين. الهيماتوكسيلين ده بيزك داي، وبالتالي هيصبغ الاسيدك كومبوننتس اللي موجوده في التيشو بتاعي. طب والايوسين ده اسيدك داي، وبالتالي هيصبغ البيزك كومبوننت اللي موجوده في التيشو بتاعي. يبقى انا في الحاله دي لما اصبغ زي ما انت شايف كده الشريحه بتاعتي بقت جميله جدا. يبقى الشريحه بعد ما كانت ابيض واسود دلوقتي بقت ايه؟ بقت الوان. اهي سلايدز مسبوغه بالهيماتوكسيلين ومسبوغه بالايوسين بعد طبعا ما عملت كل الخطوات بتاعه المايكرو تكنيك. ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ دي مجموعه من الخلايا او السيلز، هنعتبرها دلوقتي الكومبوننتس الرئيسيه بتاعه الاورجن بتاعي. يعني فين الخليه دي؟ تعال كده نشاور على خليه واحده، دي وان سيل. يبقى دي خليه واحده مسبوغه بالهيماتوكسيلين والايوسين. هل هي لون واحد ولا لونين؟ لا لونين، لون ازرق ولون احمر. يا ترى ايه اللي اتصبغ باللون الازرق؟ الاسيدك ستراكشر. ايه اكتر مكان فيه اسيد في الخليه بتاعتي؟
النواة أو النيوكليوس. إشمعنى؟ لأن دي اللي فيها الديزوكسي رايبو نيوكليك أسيد. يعني إيه أسيد؟ يعني حمض، اللي هو الدي إن إيه. ما هو الدي إن إيه كلنا حافظينه، كلنا يعني كل الأسرة اللي حوالينا عارفينها من التلفزيون، مسلسلات الحمد لله كلها دلوقتي مليانة دي إن إيه. يبقى إذن النيوكليس بتاعتي مليانة دي إن إيه، وبالتالي هتبقى بيزوفيليك. هتبقى إيه؟ بيزوفيليك، يعني هتتسبب بمين؟ بالهيماتوكسيلين. يبان لونها ايه؟ يبان لونها ازرق. طب اللي حواليها ده ما تسبغش بالهيماتوكسيلين ليه؟ اتسبغ باليوسين ليه؟ اكيد 100% في بيزك ستراكشرز. هذه البيزك ستراكشرز تفاعلت مع اليوسين فادتني اللون البينك شوية. طب ممكن نشاور على واحدة تانية؟ ممكن نشاور على واحدة تانية. يبقى دي خلية ودي خلية. يعني انا في قدامي كده كم خلية؟ لا اعد بقى براحتك، الوقف الفيديو وتفضل سيادتك عد براحتك خالص. امال ايه الصورة التانية دي؟ دي نفس الفكرة بس ايه، بعيدة شوية. تعالى كده نركز مع بعض، هنلاقي فيه هنا استراكشر اهو. المفروض ان هو بيزوفيليك، يعني المفروض ان هو ايه؟ النيوكليس. يبقى الخلية بتاعتي فين؟ ايه الخلية ايه؟ كل دي خلية واحدة، وجنبها 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 وجنبها. إذن اللي أنا شايفه ما هوش بيزوفيليك، لأ هو بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك؟ لأن واخد لون مختلف عن الباك جراوند، وأنا لو ركزت شوية هلاقي فعلا بينك غامق، وبالتالي هسميه بيزوفيليك، وأبقى عارف إن ده النيوكليس. وهنعرف في محاضرة، في أول محاضرات السيتولوجي، إن الحاجة الوحيدة اللي بشوفها بوضوح في الخلية تحت اللايت ميكروسكوب هي النيوكليس. وبالتالي اللي انا شايفه ده مجموعه من النيوكلياي، كل نيوكليس او كل نواه بتمثل خليه. هذه الخليه هي المركب الرئيسي بتاع الاورجن. يبقى السكشن ده انا اخدته في اورجن، والسكشن ده اخدته في اورجن تاني. يبقى علشان كده ده هيقوم فانكشن وده هيقوم فانكشن تانيه، واكيد شكل الخليه هنا 100% مختلف عن شكل الخلية هنا، لأن الخلية هنا لها فانكشن مختلفة عن الفانكشن بتاعة الخلية دي. وبالتالي يبقى إذن أنا من خلال هذه المجموعة من السكيشن أو من السكشنز في الأورجنز بتاعتي أقدر أوصل للفانكشن أو علاقة الفانكشن بالمايكرو أناتوم. تعال نشوف الصورة دي برضو. خلاص إحنا حفظنا الحكاية دي، اللي أنا شايفها دي مجموعة من النوايات أو النيوكلياي بتمثل مجموعة من السيلز. هذه السيلز بتقوم بفانكشن معينة، لكن انا لاحظت ان في هنا فراغ. ايه الفراغ؟ ايه سبب الفراغ ده؟ موضوع تاني عايزين نعرفه برضو، هنعرفه. لكن مبدئيا ان اكيد الفراغ ده كان جواه حاجة ودابت مني، وانا عمال اروح للراجل بتاع السوبر ماركت وارجع من عنده واحط في المية واشيل من المية وبعدين احطه في الزايلو. كل ده بيدوب بعض الحاجات اللي موجودة في الأورجنز بتاعتي. علشان كده لازم أدور على ميسوس تانية أو سبغات تانية أسبغ بيها اللي ما تسبغش بالطريقة الأولانية. على أي حال هنتكلم في الموضوع ده باختصار شديد في فيديو قصير. تعالوا نشوف الخلايا دي. تصدق دي كل الكبيرة دي، كبيرة السهم ماشي عليها دي، كل دي خلية واحدة اللي هي أوفم، واللي جوه دي اللي أنا مش شايفها خالص دي النيوكليس، واللي جوه النيوكليس دي حاجه اسمها النيوكليولس. ما تقولش دي النيوكليس، يبقى الكبير خالص دي خليه، وحواليها بص مجموعه من الخلايا، مجموعه من السيلز. ايه اللي عرفني ان هي مجموعه؟ ما كل بارتيشن من ده بيمثل، برافو عليك، بيمثل نيوكليس. يبقى كل واحده من دي عباره عن خليه، يبقى دي حواليها مجموعه من الخلايا. حوالين مين؟ حوالين خليه كبيره اسمها الاوفم. الله، ودي دي برضو مجموعة من السيلز. بس ليه بقى النيوكليا هنا بيضة؟ لا، مش النيوكليا مش بيضة، دي تحت الميكروسكوب بتلمع، فاللمعان بتاعها بان عندي بالشكل ده، يعني دي إضاءة، اللي أنا شايفها دي إضاءة. أمال فين النيوكليس؟ لا دي ملهاش نيوكليس. ليه بقى؟ خير، لأن دي عبارة عن ريد بلاد سيلز، والريد بلاد سيلز مفيش فيها نيوكليس، أو ريد بلاد كورباسلز عشان يكون التعبير صحيح، يبقى ريد بلاد كورباسلز. دلوقتي بقى تعالوا نشوف البي دي اف اللي معانا علشان نقرا الكلام مكتوب، مش بقى ايه حدوته، لا هنقرا الكلام مكتوب ونشوف مع بعض المايكرو تكنيك.
عندنا تلات انواع من المايكروتكنيكس. النوع الاول اللي كلمتك عنه من شويه ده بنسميه البارافين تكنيك. ليه؟ لان بستخدم فيه شمع البارافين، لكن ممكن استغنى عن شمع البارافين واستخدم ماده تانية اسمها سيلويدن. هذا السيلويدن بيبقى عامل زي الازاز بالظبط، فبسميه سيلويدن تكنيك. يبقى انا عندي بارافين تكنيك، سيلويدن تكنيك، واخر حاجه ممكن استغنى عن الاثنين واعمل الهاردنس ده بالفريزنج. يعني احط العينه بتاعتي في الفريزر تبقى هارد وخلصنا، ولا اشيل ميه ولا احط ميه ولا زيل ولا كلام من ده خالص. ليه؟ لان انا اعتمدت على الفريزنج تكنيك. تعالوا بقى نتكلم عن البارافين تكنيك. ايه بقى البارافين تكنيك؟ ما احنا قلناه مفيش فيه ده شمع، ده الواح الشمع بتاعت البارافين اللي موجوده في كل معامل الباثولوجي. لازم الاقي عنده الواح كتيره كده من شمع البارافين، اللي مهم جدا شمع البارافين في حياتنا. في البارافين تكنيك الطريقة بتاعتنا بتعتمد على ان انا هحضر سلايسز وبعدين اسبغ السلايسز دي واتفرج عليها تحت الميكروسكوب علشان التيشو بتاعي او الاورجان بتاعي فيريسيك، ما اقدرش، ده الكلام اللي في الكتاب، لان التيشو بتاعي والاورجان بتاعي فيريسيك ما اقدرش، الضوء ما بيقدرش يعدي من خلاله، وبالتالي لازم احوله لايه؟ لسلايسز، واسبغ هذه السلايسز عشان تبقى قابله للفحص او فور اكزامينيشن. دول الكلمتين اللي مكتوبين عندنا، ودي افتكر ان احنا هنشوف ايه بقى الخطوات اللي انا هلتزم بيها في المعمل بتاعي علشان اوصل في النهايه الى سلايد اقدر افحصها واصور منها وافرجك على الاستراكشر بتاعها. الحاجه الاولانيه لازم اخد سامبل، بعد كده اعمل لها فيكسيشن وهنعرف يعني ايه دلوقتي، وبعد كده اديها هيدريشن اشيل الميه، وبعدين احطها في الزيين بسميها كليرنج، وبعدين احطها في الشمع اللي هو الامبيدنج، وبعدين اقطعها واسبغها واتفرج عليه. يبقى دي الخطوات بتاعتنا. لو قلنا ان ده الليفر وانا عايز اتفرج على الليفر اكبره، طب ما اكبره مش هشوف حاجه، ولو كبرته 100,000 مره برضو مش هشوف حاجه، لان التكبير حاجه والريزولوشن حاجه. ده انا كده كبرت من غير ما اغير في الريزولوشن بتاعتي، انا بكبر نفس الصوره، وبالتالي مش هتفرج على اي حاجه تانية خارج هذه الصوره، يعني ما اقدرش ادخل جوه واشوف الاستراكشر. علشان كده الحل ان انا اخد حته من هذا الليفر بسميها سامبل، وبتبقى في الغالب تكون سنت في سنت. السامبل دي انا ممكن اخدها من اكسبيرمنتال انيمال زي ما بفرجك على السلايدز بتاعتنا كلها، او ممكن اخدها من عينه من المريض. لو انا عايز اشوف التيومر بتاعي ده، الورم بتاعي ده مالجننت تيومر ولا بيناين تيومر، هو ورم خبيث، مالجننت يعني خبيث، ولا بيناين يعني حميد. في الحاله دي انا باخد من العينه. اعمل لها فيكسيشن في ايه؟ بعمل لها فيكسيشن في فورمالدهايد. اهو ده الفورمالدهايد، دي ازازه الفورمالدهايد، بيتباع في المحلات كده اسمه فورمالدهايد. ولو انت كنت معانا زمان واحنا في المشرحه تلاقي ريحه المشرحه فورمالدهيد او فورمالين يعني. فده اللي هو الفيكس في الاولين. ممكن ما اقدرش لاسباب فنيه ما اقدرش استخدم الفورمالين فبستخدم حاجات تانية. هتقول لي يا دكتور وانت بتقول لنا المعلومات دي ليه؟ انك وانت في الجراحه، وانت بتشتغل في الجراحه لازم يكون عندك الحاجات دي، لانك انت هتاخد عينه من التيومر اللي انت مطلعه. احطه في فورمالين ولا احطه في بوين ولا احطه في زينكر سوليوشن؟ لازم تكون فاهم امتى احطه في الفورمالدهايد، امتى احطه في البوان، وامتى احطه في الزينكر سوليوشن. الحاجات دي هتعرفها طبعا بالتفصيل مع الايام ومع الباثولوجي. طب انا بحطه ليه؟ بحط العينه بتاعتي ليه في الفورمالدهايد؟ ما انت في على في السيتر في اوضه العمليات ما انتش هتشتغل دلوقتي، ده انت لسه هتبعتها للمعمل، والمعمل هيركنها عنده يومين او يوم او ثلاثه حسب ظروفه، وبعدين يبدا يحضرها ويجهز. ممكن اضطر اسفرها في مكان تاني، يعني انا عندي ظروف كتير ممكن اضطر في بحث علمي احتفظ بيها سنه سنتين ثلاثه. اذا هي الفيكسيشن، عمليه الفيكسيشن ده ان انا احط العينه في فورمال دايت، ده بيحافظ لي على التيشو بتاعي. ليه؟ لانه اول حاجه بيعمل لي هاردنس للتيشو، يعني بيساعدني في المرحله اللي جايه. رقم اتنين بيمنع اللي بيحافظ لي على البيولوجي او البيولوجيكال استراكشر بتاع الخليه. رقم ثلاثة زي ما انت شايف بيمنع البتروفاكشن، يعني بيخليش البكتيريا تهاجم التيشو بتاعي. اخر حاجه بيزود فينوتايب التيشو للستينز، يعني بيساعدني في عمليه الستينز بعد كده. دي فكره الفيكس.
بعد كده بشيل الميه. ما احنا فاكرين ليه احنا شيلنا الميه؟ عشان نحط مكانها الشمع. بس وانا بشيل الميه المساله ما هي سهله قوي كده، ما اروحش احطه في ابسوليوت الكحول يقوم يشد الميه مره واحده يبوظ لي الخلايا بتاعتي. لا، ده انا هضحك على الخلايا فاعمل لها جراديوال ديسبليسمنت. يعني ايه جراديوال ديسبليسمنت؟ يعني احطها الاول في كحول 50%، يبقى اشيل 50% ميه واحط بدالهم 50% كحول، وبعدين اشيل 30% ميه واحط 70% كحول، واشيل 80% ميه واحط، وبعدين 90%، وعلى الاخر اقوم حاطه في ايه؟ في ابسوليوت الكحول. يبقى انا شلت الميه كلها وحطيت بدالها كحول. ده بسميه ايه؟ بسميه جراديوال دي هيدريشن. بسميه ايه؟ جراديوال دي هيدريشن. يعني ايه جراديوال دي هيدريشن؟ يعني واحده واحده بالراحه عليه شويه. بعد كده بحطه في الزايلول. الزايلول بيخلي التيشو بتاعي كلير، لانه بيشيل كل الكومبوننتس ما عدا كل حاجه ما عدا الكومبوننتس بتاعتي. وبالتالي انا زي ما قلت لك الانسان اصلا ايه؟ شفاف. يبقى لما اشيل الابسوليوت الكحول واحطه مكان الزايلول، الاقي العينه بتاعتي بقت شفافه، احطها كده اشوف اللي وراها، فبسميها كليرنج. بيخلي التيشو بتاعي ترانسليوسنت. يعني ايه ترانسليوسنت؟ يعني شفاف. امبرجنيشن. امبرجنيشن يعني ايه؟ امبرجنيشن يعني احط الحاجه في الحاجه كده في بس تكون حاجه سايله. فبستخدم نوعين من الشمع. الشمع الاولاني بيبقى سايل زي الزيت، ما هو الزيت شمع والسمنه شمع. الاولاني زي الزيت، فبيبقى المولكيولز بتاعته صغيره، اضمن ان هي تدخل جوه الليفر. دي بسميها امبرجنيشن. بعد ما اعمل امبرجنيشن في سوفت بارافين، سوفت بارافين يعني بدل ما هو لواح بيبقى زي ما احنا شايفين كده، بيبقى ايه؟ بيبقى بوتل. ده برضو بارافين، ده نوع من البارافين، زي الفرق بين الزيت والسمنه بالظبط. وبالتالي هيدخل علشان تو ريبليس الزايلين. لكن اعمل امبيدنج. امبيدنج يعني احط نفس الفكره بس احطه في حاجه صلبه. هذه الحاجه الصلبه انا بسيحها الاول، اللي هي السوفت بارافين، زي ما احنا شايفين صاحبنا حطه في الايه؟ في السوفت، في الهارد بارافين، وهو سايل، وبعدين سابه ينشف، فبقى بلوك بالشكل ده، بلوك يعني مكعب من الهارد بارافين جواه العينه بتاعتي. يبقى في نهايه الهارد بارافين هيبقى عندي بارافين بلوك. يعني ايه بارافين بلوك؟ يعني قطعه من البارافين جواها العينه بتاعتي. وبالتالي مؤهله دلوقتي ان هي نعمل لها سكشن. هنروح على طول للدكتوره اللي قاعده على المايكروتوم ونقول لها لو سمحت قطع لنا ده على 8 مايكرون، على 5 مايكرون، على 6 مايكرون، زي ما انت عايز. يبقى بعد كده اعمل الستيننج. الستيننج قلنا في اكتر ستين هنستخدمها هي ايه؟ هي الهيماتوكسيلين. ادى الهيماتوكسيلين اهو بيتباع، وادى الايوسين برضه بيتباع في بوتلز وحاضر للشغل على طول. بجيب الهيماتوكسيلين، احط شويه هيماتوكسيلين، وبعدين اغسل الشريحه، وبعدين احط شويه ايوسين واغسل الشريحه. يبقى الشريحه بتاعتي اتسببت بايه؟ بالاثنين، بالهيماتوكسيلين وبالايوسين. الهيماتوكسيلين هيصبغ ايه؟ لسه فاكر؟ هيصبغ الاسيريك ستراكشر اللي هي النيوكليس مينلي يعني، والايوسين هيصبغ البيزك ستراكشر اللي هي مينلي السيتوبلازم. يبقى انا كده صبغت تقريبا كل الاستراكشرز اللي موجوده جوه الخليه. واحنا فاكرين الصور ونرجع لها تاني في اول المحاضره اللي شفناها كمثال للستين بالهيماتوكسيلين والايوسين. اخر خطوه قبل ما افحص، بحط على السامبل بتاعتي اللي موجوده على الشريحه دلوقتي كفر. بس قبل ما احط الكفر بعمل حاجه اسمها ماونتنج، ما يهمناش قوي، لكن يعني بجيب ايج البومين وبعدين احطه على اللي اتسالت فيها السنه اللي فاتت، فبقولها لكم السنه دي الايج البومين علشان احط عليها الكفر وتبقى دلوقتي ريدي فور اكزامينيشن. لو انت بصيت في الكتاب بتاعك هتلاقي كلمه اكزامينيشن دي متغيره، لا هي شيلها وحط مكانها اكزامينيشن. ايه بقى ميزه البارافين تكنيك ده؟ زي ما انت شايف كده ما بياخدش وقت كتير قوي، يعني ممكن ياخد 48 ساعه، يعني الوقت بتاعه قصير نسبيا يعني بالنسبه للي جاي بعد كده. الحاجه الثانيه سهل قوي ان انا اسبغه، يعني عندي الكومن ستينز بتاعتي عارفها، فالهيماتوكسين ويوسين سهل جدا. الحاجه الثالثه ممكن اخد سيريال سكشن. سالت السنه فاتت يعني ايه سيريال سكشن؟ فجبت لكم السنه دي الصوره دي على ان هي سيريال سكشن. يعني انا لما قطعت البيضه بالشكل ده، انا ممكن لو انا شفت البيضه بقى بالمنظر اللي ما شفتش دي، يعني انا لغيت دي وشفت دي، ممكن اركبهم على بعض يدوني في خيالي منظر البيضه اللي انا قطعتها. يبقى اذا انا ممكن اخد سيريال سكشن في التيومر بتاعي 1 2 3 4 5 6، وبعدين السكشنز دي
احطها في الخيال بتاعي يديني شكل التيومر. يا ترى التيومر ده كان بيضاوي ولا كان كروي ولا كان شكل انبوبه؟ اذا انا ممكن من او كان كبير او كان صغير، يعني ممكن من خلال السيريال سيكشنز اوصل لبعض الحقائق عن التيومر او الاورجان اللي انا عايز اتفرج عليه. هذه الخاصيه، خاصيه السيريال سيكشنز، متوفره معانا في البرنامج بتاعنا اللي هو برنامج البارافين تكنيك، لانه مش هيتوفر بعد شويه في البرامج اللي جايه. يبقى ده الادفانتج. عيبه ايه؟ عيبه ان في حاجات هتقع مني. فاكرين الخليه اللي قلت لكم عليها في الاول في حاجات ما اتصبغتش؟ يا ترى الحاجات اللي فيها دي دابت وانا بعمل دي هيدريشن ولا دابت وانا بعمل كليرنج وانا بحط الزيلين؟ ممكن كده ممكن كده، يعني ممكن الكحول يدوب لحاجات، ممكن الزيلين يدوب لحاجات، وبالتالي انا محتاج ميثودز تانية اثبت بيها اللي داب مني ده، داب المية ولا داب الكحول ولا داب الزيلين؟ ده موجود ده موجود ده موجود. يبقى اول حاجة، اول عيب عندي ان هو بيدوب لحاجات ما ينفعش كانت تدوب. الحاجة التانية وهي اخت الاولانيه، يعني انه مش مناسب عاده للهيستوكيمستري، لانه هيكسر لي حاجات كتير من الايه، من الانزيمز اللي موجوده في الخليه. ليه؟ لان بستخدم الحراره الهارد بارافين، برفع الحراره بتاعتي ل 60 درجه مئويه. اهو ده مثال لسيلز فاضيه اهي، ولا باين اي حاجه خالص جوه الخليه غير النقطه الزرقاء دي. ليه؟ لان الخلايا دي كانت مليانه حاجات ودابت مني اثناء التحضير. نفس الكلام هنا، الاقي في هنا فراغات بيضه كتيره، ما ينفعش الفراغات البيضه دي تبقى موجوده عندي، لكن لان انا استخدمت البارافين تكنيك فدوب لي الحاجات اللي كانت موجوده جوه الاستراكشرز دي. علشان كده هنلجا لتكنيك تاني اسمه سيلويدن تكنيك. وفي السيلويدن تكنيك نفس طريقه البارافين تكنيك بالظبط، لكن الحاجه الاولانيه انا بستخدم بدل الزيلين بستخدم الايه؟ الايثر. بعتمد فيه على الكليرنج. يعني ايه؟ يعني بدوب فيه السيلويدن. السيلويدن ده ماده بستخدمها بدال البارافين او بدل البارافين. الحاجه الثانيه ان بستخدم السيلويدن بدل البارافين. الحاجه الثالثه ما بستخدمش الهيت. امال بدوب السيلويدن؟ لا، السيلويدن بيجي دايب من الشركه بتاعته. بيجي دايب لان هو عامل بالظبط زي الامير. عارفين الامير؟ انبوبه الامير؟ انبوبه الامير بتبقى ليكويد، بمجرد ما تشم الهواء تتحول لازاز. نفس الفكره هنا بالظبط في السيلويدن. السيلويدن عباره عن ليكويد، بمجرد ما يشم الهواء يتحول الى ازاز. علشان كده في الادفانتج بتاعته ان انا اقدر اعمل منه بيرفكت سيكشنز. ليه؟ ما تعرضتش للحراره، ولعدم تعرض للحراره، عدم تعرض التشو للحراره بيحافظ لي على الاستراكشر بتاعه. الحاجه الثانيه بيبقى سيتابل للارج سامبل، زي لو انا عايز اخد سامبل للاي بول على بعضها كده في اكسبيرمنتال انيمال، او شيلت اي بول للمريض لاي سبب من الاسباب وعايز اخد فيها سيكشن على بعضها، احسن لي ان انا احطها في ايه؟ في سيلويدن. لكن عيبه طبعا ان هو زي الازاز، فبيبقى صعب جدا ان انا اقطعه، بياخد وقت طويل جدا في التحضير بتاعه، ممكن يوصل لشهر. الحاجه الثالثه ان الديفيكالت تو ستين، وبالتالي ما اقدرش اخد منه سيريال سيكشن. اذا كنت انا يا دوب هاخد سيكشن بالعافيه عشان اتفرج على حاجه بيرفكت، لكن ما اقدرش اخد بقى سيريال سيكشنز ورا بعضها علشان اشوف التيومر بتاعي ده كان مكور ولا كان مدور. طيب اخر حاجه بقى الفريزنج تكنيك، وده اسهلهم، اسهلهم من ناحيه الوقت لكن اصعبهم في الاداء. بمعنى ايه؟ تعال نشوف الاول احنا علشان نعمل فريزنج تكنيك ايه الخطوات اللي ناخدها. سهله قوي، هاخد التيشو بتاعي واحطه في ليكويد نيتروجين. اشمعنى ليكويد نيتروجين؟ ده الحاجه اللي بتخلي لي درجه الحراره سالب 80، وبعدين اروح للكريوستات اللي قدامي ده، اقطع جوه الكريوستات. يعني جواه مايكروتوم بالظبط كده، جواه مايكروتوم. يبقى اول حاجه هحط العينه بتاعتي في ليكويد نيتروجين. عارفين الفاكسينز اللي بنتكلم عليها النهارده ونقول ان احنا عايزين تبريد خاص، اهي نفس الفكره كده، عايزين تبريد خاص، عايزين لما اخد العينه من المريض او من الانيمال احطها في ليكويد نيتروجين، وبعدين اوديها على المايكروتوم
اوديها على الميكروتوم زي ما احنا شايفين، الدكتوره ايه بتحطها في الميكروتوم، وبعدين اقطع جوه الميكروتوم اللي هو درجه حرارته، هو كمان اسمه كرايوستات، احطها سوري مش الميكروتوم اللي جوه، الكرايوستات اللي درجه حرارته هو كمان سالب 80. يبقى انا اذا حطيت العينه في سالب 80 ونقلتها لسالب 80 فانا محافظ عليها هارد. يبقى انا الهاردنس هنا اعتمدت على ايه؟ على البارافين ولا على السلويدين؟ لا ده ولا ده، انا اعتمدت على الفريزنج. لما عملت لها فريزنج بقت هارد، اروح اقطعها. طب هل انا محتاج اعمل دهيدريشن؟ هعمل دهيدريشن لايه؟ انا اصلا مش هحط بارافين. يبقى اقدر اسبغ بسهوله لان العينه بتاعتي هايدريتد، وبعد ما اسبغ اعمل دهيدريشن واتفرج على الشريحه بتاعتي بمنتهى السرعه. التكنيك ده ميزته ايه؟ ميزته انه بياخد وقت قصير جدا. عيبه ايه؟ عيبه ان بياخد ان انا باخد سامبل صغيره قوي علشان اروح للكرايوستات. الكرايوستات علشان تبقى عارف بيبقى موجود جوه جنب او جوه اوضه العمليات او ملحق باوضه العمليات، وفني الكرايوستات قاعد مستني ومعاه دكتور الباثولوجي. ليه؟ علشان الدكتور اللي بيشتغل العمليه لما يشيل التيومر وعايز يشوف هو بناين ولا مالجنن ما يستناش يومين ثلاثه وفاتح بطن العيان، لا هيبعت على طول على الكرايوستات يقول له والله بصي لي على العينه دي شوفها لي اخبارها ايه. يعني على طول بيجي له الريكوست وهو لسه فاتح بطن العيان. يبقى الكرايوستات بيبقى موجود في المستشفيات الكبيره لملحق باوضه العمليه. يبقى ايه الميزات بتاعته؟ طبعا شورت، فيري شورت تايم خلاص، وبالتالي بيستخدم اثناء الاوبريشن. الحاجه الثانيه مناسب جدا للهيستوكومس، انا ما غيرتش اي حاجه في التيشو بتاعي ولا لعبت فيه خالص، علشان كده ممكن يبقى ظريف جدا في ان انا افحص الكيمياء بتاعت التيشو بتاعي. لكن عيبه ايه؟ عيبه طبعا ان هو بيبقى شويه صعب ان انا اقطع. طبعا السكشننج في الميكروتوم ده محتاج بس مهاره عاليه، لكن هو مش ابسوليوتلي صعب. الحاجه الثانيه ما اقدرش اخد سيريال سكشنز لنفس الاسباب، ان تبقى السامبل بتاعتي صغيره جدا. علم الاناتومي هو اللي وصلني ان جسم الانسان عباره عن مجموعه من السيستمز. لو اخدت سيستم واحد اللي هي عباره عن مجموعه من الاورجنز، لو اخدت اورجن زي الليفر او زي البنكرياس اتفرج عليه هتلاقيه بيتكون مجموعه من الايه؟ مجموعه من السيلز. يعني احنا ممكن نقول ان هو بيتكون مجموعه من السيستمز، كل سيستم عباره عن مجموعه من الاورجنز، كل اورجن عباره عن مجموعه من التيشوز، وكل تيشو عباره عن مجموعه من السيلز بتصنع تيشوز، التيشوز بتعمل اورجنز، الاورجنز بتكون السيستمز، والسيستمز هي في الاخر عباره عن هيومن بودي. عندي التيشوز دي اللي بركز عليها بقى في الهيستولوجي بتاعنا. عندنا اربع انواع من التيشوز هناخدهم في المحاضره الجايه، لكن هنعرف اسميهم دلوقتي من غير اي تفاصيل. ويبقى كده احنا كده ايه؟ خلصنا. بس ما زالت اللجنه مجتمعه، مش عاجبها الاداء، مش عاجبها اللي احنا وصلنا له، مش عاجبها اللي احنا عرفنا بيه طلبه كليه الطب. مش نافع الكلام ده يا اخوانا، لازم نطور الموضوع. ايه هنعمل ايه؟ ده الكبير بتاعهم اللي بيتكلم مره تانية، ده بعد كام سنه، بعد 300-400 سنه بيتكلم تاني، بيقول لا مش مكفينا الكلام. طب نعمل ايه يا ريس؟ قالوا بص، وانا في برلين سنه 31 لقيت هناك جهاز بيكبر الحاجه 10 مليون مرة. يعني ايه 10 مليون مرة؟ يعني الحتة اللي انت كنت شايفها زرقاء دي هتشوفها بطشة كبيرة كده، واللي انت كنت شايفها حمرة دي مش هتعرف تشوفها كلها على بعضها 10 مليون مرة. تخيل انت كبرت الموبايل اللي في ايدك ده 10 مليون مرة، او كبرت اللاب اللي قدامك ده 10 مليون. ده محتاج ايه؟ محتاج مش شقة، محتاج حي علشان اوصفه لما كبر اللاب ده 10 مليون مرة. طيب وبعدين يا ريس؟ قال لا احنا هنحضر العينه بتاعتنا بنفس الطريقه ونروح نفحصها تحت الجهاز اللي اسمه الميكروسكوب الالكتروني. لما تفحص تحت الجهاز اللي اسمه الميكروسكوب الالكتروني هتلاقي ايه؟ هتلاقي النقطه الزرقاء دي بقت بالمنظر ده. ده بس ده مش تكبير كبير على فكره، يعني ده ما يزيدش عن مثلا 2 مليون مره او 2 مليون مره. يبقى اذا التكبير هنا مش كبير قوي، حتى هنا البار بتاعنا. يبقى اذا لكن انا قدرت النقطه دي اتحولت للاستراكشر ده، وبدل ما هي كان اسمها بيزوفيليك، لا دي بقت حكايه تانية، بقى فيها حاجات غامقه وحاجات فاتحه،
وانا هنا بستخدم في الالكترون مايكروسكوب، انا مش بستخدم الضوء نهائي، ده انا بستخدم البيم اوف الكترونز. وبالتالي البيم اوف الكترونز بيقسم لي الحاجات بتاعتي الى حاجتين زي ما انت شايف كده، حاجات ليها ظل وحاجات ملهاش ظل. الحاجات اللي ليها ظل دي الالكترونز ما عرفتش تعدي منها، وبالتالي بتسميها الكترون دنس. لكن لو الالكترونز عرفت تعدي منها هتبقى هي الحاجات الفاتحه دي اللي بين صوابعي، واسميها الكترون ليوسنت. يبقى انا عندي دي الكترون دنس اللي الغامقه دي، ودي الكترون ليوسنت دي اللي هي بتمثل ايه؟ بتمثل النيوكليوس دي. امال السيتوبلازم؟ لا، دي حته صغيره قوي قوي منه اللي هي حوالين النيوكليوس. بدأنا في المشاكل. لا، ما فيش مشاكل ولا حاجه، لان احنا ما يهمناش اول الكترون مايكروسكوب، احنا يا دوب كده بناخد منه الحاجات اللي تفهمنا الفانكشن، لكن احنا ما بنستخدموش في الانفستيجيشنز. اللايت مايكروسكوب بنستخدمه في الانفستيجيشنز، يعني بنشخص بيه. اما الالكترون مايكروسكوب، الحاجات اللي بتتشخص في الالكترون مايكروسكوب فيري فيري رير، عشان كده تركيزنا على الالكترون مايكروسكوب ما بيبقاش قوي قوي زي اللايت مايكروسكوب، لكن مهم علشان بس نفهم من خلاله اللي احنا شايفينه. ده الالكترون مايكروسكوب اللي عندنا في كليه الطب جامعه الزقازيق شاوه يعني. ودي قاعده الالكترون مايكروسكوب، لازم تعمل تنك كده، اللي هي قاعده الالكترون مايكروسكوب بنعمل له ايه؟ تعالوا بقى نلخص الحكايه. ايه بقى اللي احنا اخدناه النهارده؟ اخدنا المايكرو تكنيك، وعرفنا ان احنا عندنا ثلاثه مايكرو تكنيك، بارافين تكنيك وده موست كومن، وعندنا السيلويدن تكنيك وده موست ايديال، وعندنا الفريزنج تكنيك وده موست رابيد. وعرفنا ايه الادفانتج بتاعت كل واحد والديزادفانتج بتاعت كل واحد. بس قبل ما نتكلم على الادفانتج والديزادفانتج، بفكركم بالستبس بتاعت البارافين تكنيك. الادفانتج بتاعت البارافين تكنيك شورت تايم ايزلي ستين سيريال سيكشن. الادفانتج بتاعت السيلويدين تكنيك اللي هو الموست ايديال، ده بيديني بيرفكت سيكشن والاستراكشرز بتاعت بريزيرفد. الفريزنج تكنيك رابيد تكنيك بيبقى شورت تايم. الديزادفانتج في حاجات بتدوب مني، وبالتالي ممكن احتاج مره ثانيه ان انا ادور على بشكل تاني. مفيش هنا حاجة بتدوب، لكن صعب قوي قوي في التقطيع، وهنا ما بقدرش اخد منه سيريال سيكشن. طبعا في البي دي اف هنشوف في الكتاب بتاعنا البي دي اف المحاضرة اهي. بس دول الكلمتين اللي احنا هنذكرهم. هل ممكن نستفاد من حياتنا العملية؟ بتوع الباثولوجي بس الحقيقة هما اللي يقدروا يستفادوا. هنشوف كم سؤال ام سي كيو. والإجابة بتاعته في النهاية. بقول لك شكرا جزيلا على المحاضرة، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.